يا مساء الخير، يا مساء السعادة. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج شبابنا مستقبلنا. برحب بكل مشاهدي ومتابعي برنامج شبابنا مستقبلنا وبكل متابعي قناة الصحة والجمال بيتي التاني. يمكن كلنا في الفترة الأخيرة سمعنا عن برامج كتير للأطفال، كتير بنسمع كلمة حساب ذهني، كتير بنسمع كلمة يوسي ماس. يمكن مش عارفين يعني أغلبنا أو كأولياء أمور مش عارفين يعني إيه حساب ذهني، أو بنحاول نعرف أو بنحاول نتعرف دايما على الجديد. يمكن أكتر حاجة بتشغلنا دايما كأمهات وكآباء برضو هم أولادنا. يمكن رسالتنا الوحيدة في الحياة هم أولادنا، عايزين نشوفهم أحسن مننا، عايزين نشوفهم دايما متفوقين. يمكن بالبلدي كده بيقولوا محدش بيحب حد أحسن منه غير ابنه، فدايما بندور وبنبحث عن كل جديد، ومش كل جديد وبس، كل جديد ينمي ويطور شخصية الطفل، يزود نسبة ذكائه، يزود قدرته على التحصيل الدراسي. يمكن سمعنا كتير ان الحساب الذهني يعني مجموعة عملية كده او مجموعة عمليات حسابية بيقوم بيها الطفل او المتدرب، عمليات حسابية معقدة جدا بيعملها في ثواني معدودة وبدون ما يلجأ لأي حاجة، يعني لا بيستخدم آلة حسابية ولا بيستخدم برنامج معين ولا بيستخدم أي حاجة خالص تساعده على إجراء العملية الحسابية دي. يمكن ما بتكونش عملية حسابية واحدة، ممكن تكون مجموعة من العمليات الحسابية في نفس الوقت. كلنا بدأ يلتفت نظرنا في الفترة الأخيرة للحساب الذهني، بدأنا ندور إيه هو الحساب الذهني اللي ممكن نستفيد منه، اللي ممكن يحققه لأولادنا. هل ممكن يزود فعلا قدرتهم على التحصيل الدراسي؟ هل فعلا في ولاد كتير جدا بتشتكي من مادة الرياضيات وبيقولوا احنا مش عارفين نحصل في مادة الرياضيات، مش عارفين نحل كويس، مش بنحب الماس؟ فيمكن الحساب الذهني زود قدرة الطفل أو زود قدرة المتدرب على التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات. وغير كده كمان إن هو كل ما بيبقى عنده قدرة على التحصيل الدراسي في مادة معينة بيرفع مستوى نفسيته، فبيخليه عنده القدرة إن هو يذاكر ويحصل في باقي المواد، كمان بترفع القدرة عنده على التركيز. يمكن الكلام ده هنلجأ لمتخصص في الحساب الذهني يقول لنا يعني ايه حساب ذهني بالتفصيل، بس بعد ما ناخد مجموعة من الفيديوهات معانا دلوقتي. ستة ناقص واحد ناقص واحد يساوي أربعة، في 52 52 أربعة، واحد ناقص واحد يساوي أربعة، في 63 252 تسعة ناقص ثمانية أربعة يساوي خمس، في 63 تلتمية خمستاشر ستة ناقص واحد ناقص واحد تلاتة يساوي سبعة، في 23 161 ستة ناقص واحد ناقص واحد يساوي أربعة، في 52 208 أربعة، واحد ناقص واحد يساوي أربعة، في 63 252 تسعة ناقص ثمانية أربعة يساوي خمس، في 63 تلتمية خمستاشر ستة ناقص واحد ناقص واحد تلاتة يساوي سبعة، في 23 161 يلا يا مازن، تو بلس سكس ماينس 3 بلس 4 ماينس 2 بلس 1
minus 2 minus 5 equal 8 plus 2 plus 2 minus 6 minus 6 equal 4 8 8 plus 1 plus 1 minus 6 minus 6 equal 3 7 7 plus 4 plus 4 minus 6 minus 6 7 7 minus 3 minus 3 plus 4 plus 4 plus 1 plus 1 equal 9 plus 2 plus 2 minus 6 minus 6 equal 4 8 8 plus 1 plus 1 minus 6 minus 6 equal 3 7 7 plus 4 plus 4 minus 6 minus 6 3 plus 5 plus 1 minus 7 plus 5 plus 1 minus 3 plus 3 الايكوال 8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي وعد أحمد رضا، عندي 8 سنين من محافظة دمياط. المدربة بتاعتي اسمها نيسين جعدي. النهاردة هحل معاكم 3 زائد 5 زائد 1 ناقص 7 زائد 5 زائد 1 ناقص 3 زائد 3 إيكوان 2 زائد 2 ناقص 1 زائد 5 ناقص 3 زائد 3 ناقص 7 زائد 6 إيكوان 2 زائد 7 ناقص 1 ناقص 2 زائد 2 ناقص 6 زائد 7 ناقص 4 إيكوان 1 زائد 8 ناقص 1 ناقص 3 زائد 3 ناقص 5 زائد 1 زائد 5 إيكوان 3 بلس 5 بلس 1 minus 7 plus 5 plus 1 minus 3 plus 3 الايكوال 8. يلا 9 plus 5 minus 4 equal 10. 9 plus 6 plus 4 minus 6 13. 3 plus 8 minus 6 plus 9 14. 25 plus 4 minus 3 plus 4 minus 30 0. 21 plus 3 minus 16 plus 1 minus 6 3. 19 plus 6 minus 16 plus 2 minus 5 6. 6 plus 18 minus 7 plus 13 minus 8 22. 5 plus 4 plus 9 equal equal 18. 4 minus 2 plus 9 equal equal 11. 8 plus 9 plus 9 equal equal 27. 5 minus 1 plus 9 equal 15. يلا من تل 5 plus 1 plus 3 minus 5 equal برافو. يلا 2 plus 3 plus 5 equal 10 برافو. يلا 4 plus 5 minus 4 equal 5 برافو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمد باسم، عندي 10 سنين من محافظة دمياط تبع الميس هند عادل، والنهاردة هحل معاكم انت 14 زائد 13 ناقص 1 ناقص 12 زائد 13 إيكوان 28. 25 زائد 23 ناقص 35
زائد 53 يكون 66. 33 زائد 33 زائد 33 ناقص 76 يكون 23. 42 زائد 43 ناقص 25 زائد 33 يكون 93. 57 ناقص 34 زائد 23 ناقص 34 12. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي وعد أحمد جدا، عندي 8 سنين من محافظة دمياط، طبعا من سن ده عادي. النهاردة أحل معاكم انت. 16 زائد 23 زائد 30 ناقص 56 يكون 13. 93 ناقص 71 زائد 33 زائد 33 يكون 88. 12 زائد 13 زائد 63 ناقص 66 يكون 22. 48 ناقص 16 زائد 53 زائد 13 يكون 19. 24 زائد ناقص 11 زائد 43 ناقص 56 يكون 0. ورجعنا لكم تاني، وعلشان نتكلم على الحساب الذهني ونعرف اكتر عن الحساب الذهني ومفهومه وايه هي طرقه وازاي نستفيد منه لصالح اولادنا، فكان مهم جدا يكون معانا خبير او مدرب في الحساب الذهني. اقول مساء الخير استاذة هند. مساء النور دكتورة رشا، ازاي حضرتك عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله. مبدئيا كده عايزه حضرتك تعرفي نفسك للساده المشاهدين. انا ميس هند عادل الشناوي، مدرب حساب ذهني تبع الاتحاد العربي للتربان. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مبدئيا كده حتى وانت بتعرفي نفسك حضرتك بتقولي الثربان، يمكن لفت نظري جدا ويمكن لفت نظر ناس كتير مصطلح الثربان. عايزين نعرف الاول يعني ايه كلمه الثربان وازاي دخلتي مجال الحساب الذهني. الثربان حضرتك كلمه يابانيه معناها معداد باللغه العربيه وابقص باللغه الانجليزيه. تمام. تمام. احنا اسم البرنامج بتاعنا الاتحاد العربي للثربان. تمام. عندي في الحساب الذهني هو بيشمل اي برنامج بيعتمد على العقل او التفكير. وبيتقسم بقى اسماء برامج كتير منها الاتحاد العربي للثربان اللي احنا طبعاً. تمام تمام. ازاي حضرتك دخلتي مجال الحساب الذهني يا استاذه هند؟ دخلت المجال تبع دراستي واخدت كورس فيه وبدات تدريس فيه. طيب احنا طبعا يعني حابه من حضرتك كمتخصص تعرفي الساده المشاهدين ايه هو الحساب الذهني، مفهوم الحساب الذهني عامه. يعني مفهوم الحساب الذهني حضرتك قلنا ان هو بيشمل اي برنامج بيعتمد على العقل والتفكير، وان احنا بنعد فيه الطفل ان هو يكون طفل بنوجه تفكيره لانه هو يستغل وقته وتفكيره بشكل كويس في التعليم في الناحية الثقافية والناحية التربوية، من ناحية التعليم وبالتربوي ان هو بيأثر في الطفل، بيخلي بينشط عنده الذاكرة. تمام. وبيدله ثقة في النفس وبيفيد جدا في المواد الدراسية. تمام. طيب انا شايفة في الفيديوهات اللي احنا عرضناها في اطفال بتعد على ايديها، في اطفال بتعمل العمليات الحسابيه بسرعه بدون ما بتلجا لاي حاجه. كمان من خلال قراءتنا واطلاعنا في الموضوع لاحظنا ان ممكن يكون مع بعض الاطفال عداد او معداد، صح صح الكلام ده؟ طيب قولي لنا يعني هل ده مستويات معينه، وهل الحساب الذهني مستويات معينه ولا لا؟ طبعا هو الحساب الذهني 9 مستويات. اتفضل. تمام. المستوى الاول اول مستوى خالص اللي بنشتغل بيه بالعداد. اول مستوى خالص بنشتغل بيه بالعداد، بنعلم الطفل ازاي يحسب على العداد. بعد كده بننتقل لحاجه اسمها مينتال. مينتال ده اللي هو بنقول له العداد في دماغه. يعني بنقول له العداد في دماغه يشوف العمليات الحسابيه في دماغه ويطلع الناتج.
تمام. في طفل بقى بيستخدم حركه الايد اللي هي اول فيديو اللي الطفله اللي عملتها دي، هي متخيله العداد قدامها وبتعمل ايدها كده كانها بتشتغل على العداد. يعني الطفل كمان بيستخدم خياله في العمليه الحسابيه. ممتاز. في اطفال ما بيفضلوش حركه الايد وهو العداد في دماغهم وبيحسبوا العداد على دماغهم ويطلعوا النوت، انما ان هما يمسكوا العداد ويحسبوا عليه دي مرحله اولى خالص. بعد كده بنتنقل للمنتال بقى اللي هو العداد في دماغهم يحسبوا عليه. تمام. طيب هل كل مستوى ليه مده زمنيه معينه؟ يعني حضرتك بتبقي عارفه مثلا ان الطفل ده في ليفل 1، ليفل 1 مثلا الرينج بتاعه معاكي اسبوع، 2، 3، 3 شهور. يعني كل ليفل ليه الليفل حد اقصى 3 شهور. في طفل طبعا بيستعيب قبل ال 3 شهور خلاص بندخله ليفل 2. في طفل خلاص اقصى حاجه 3 شهور، مفيش حد بيعدي 3 شهور. طيب حضرتك بتقولي الطفل ممكن يستجيب ويعدي المرحله قبل المده الزمنيه ما تعدي، ازاي بتحكمي على ده حضرتك؟ بحكم على ده من خلال شغله معايا، ان هو بدا يشتغل من خلاص عدينا مرحله العداد وبدا يطلع معايا نوافذ من دماغه. تمام. خلاص ما خلاص خلصنا مرحله العداد، نقل العداد في دماغه. تمام. هل في فرق بين اليوسي ماس والحساب الذهني؟ هو حضرتك الحساب الذهني قلنا ان هو بيشمل اي برنامج بيعتمد على العقل والتفكير. تمام. يعني ممكن الحساب الذهني ده برامج كتير. تفضل. منه اليوسي ماس ومنه الاتحاد العربي للسربان، دي اسماء تمام. برامج. تمام. انما الحساب الذهني بيشمل كل البرامج. يعني اليوسي ماس ممكن يندرج كمان تحت الحساب الذهني؟ طبعا هو برنامج من برامج الحساب الذهني. بس احنا عندنا الاتحاد العربي للسربان طبعا برنامجنا برنامج قوي جدا ومتسلسل ومتكامل وموجود في اغلب محافظات مصر وخارج مصر، المغرب وتونس والسعوديه والامارات والكويت وليبيا وله سمعه عالميه يعني في الدول العربيه. طيب من وجهه نظر حضرتك كده، يمكن اي مامي بتسمع معانا البرنامج دلوقتي فبتقول لا طب انا لو لقيت الموضوع ده فيه فايده لابني فانا يعني هشوف مدرب، هشوف اكاديميه بتقدم الكورس علشان اقدم لابني فيه. يمكن لو احنا عايزين نسرد كده او نعدد فوائد الحساب الذهني بالتفصيل اتفضلي كده حضرتك قولي لنا. طبعا يا فندم الحساب الذهني ده اول حاجه ان احنا بنجعل الطفل او المتدرب يدرك الارقام ادراكا حسي، يعني بيجي عليه كده اي وقت خلاص من كتر ما هو اشتغل خلص في الكتاب وابتدى بدماغه ومنتل الارقام دي بالنسبه له بقت حاجه سهله. بتبتدي هو الكورس بيبتدي من سن 4 سنين ل 15 سنه. تمام. في اطفال بتوصل اولى وثانيه ابتدائي مش عارفه بس تجمع وتطرح الجامع العادي. فلا الطفل اللي بياخد الحساب الذهني وهو عنده 4 سنين أو 4 سنين ونص خلاص الارقام دي بقت بالنسبه له حاجه بدرتها كده بسيطه. تمام. وبيشتغل على الاصابع وعلى العداد وعلى دماغه. احنا بنشتغل بطلب معلش الصوت بس ممكن تقفي في مكان فيه شبكه بس عشان ايه الصوت؟ لا الشبكه بتروح من حضرتك. الشبكه بتروح. استاذه هند معايا؟ ايوه معاكي. اتفضلي اتفضلي بس حاولي تحركي في مكان فيه شبكه بس اتفضلي. لا لا هحاول اتواصل معاكي تاني دلوقتي، حاولي بس تكوني في مكان فيه شبكه وهنحاول نتواصل معاكي تاني. يمكن في فيديو لفت نظري للاستاذه هند مع مجموعه من الطلاب والمتدربين معاها، كان في مسابقات هم خاضوها وطلعوا فيها في بالمراكز الاولى. يمكن هنعرض الفيديوهات بتاعه المسابقه وحصولهم على المركز الاول لحين ما نعيد الاتصال بالاستاذه هند تاني. ناقص 1 يساوي 4 في 52 4 1 ناقص 1 يساوي 4 في 63 252 9 ناقص 8 4 يساوي 5 في 63 315 6 ناقص 1 ناقص 1 57 ناقص 34 زائد 23 ناقص 34 12.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي وعد أحمد جدا، عندي 8 سنين، من محافظة دمياط. طبعا من سن ده عادي. النهاردة أحل معاكم إمتى؟ 16 + 23 + 30 + 56 يكون 13. 93 + 71 + 33 + 33 يكون 88. 12 + 13. طبعا عودنا الاتصال بالاستاذه هند تاني. مساء الخير استاذه هند. مساء النور يا حبيبتي. حبيبتي منوراني طبعا. يمكن فرصه ان احنا نستفيد من حضرتك في مجال الحساب الذهني، ويمكن قلتي لي واحنا في الكواليس حضرتك يعني طلعتوا مسابقات كتيره جدا، حصلتوا على المراكز الاولى. يمكن في الكنترول يا جماعه لو سمحتوا تظهروا صور المسابقات معانا على الشاشه. عايزه حضرتك تحكي لي على المسابقات وازاي الاولاد دول حصلوا على المراكز الاولى. حضرتك احنا البرنامج بتاعنا بيعمل مسابقات على مستوى الجمهوريه. انا ومدربين كتير من جميع المحافظات بيشتركوا فيها. تمام. بتبقى تبع لايه؟ تبع لبرنامجنا الاتحاد العربي للسودان. تمام تمام. مدربين طبعا من جميع المحافظات. اخر مسابقه دي كان معانا ناس من الصين، كانت مسابقه اونلاين ومعانا ناس من الصين. تمام. ومعانا الاطفال بيجيبوا مركز اول وثاني وثالث، وطبعا بيتعمل لهم حفل تكريم وكده. يمكن وعلى مستوى الجمهوريه. يمكن انا شايفه في مسابقتين، يعني صور مختلفه لمسابقتين مختلفتين، وفي الاثنين الاطفال ما شاء الله يعني حصلوا على المراكز الاولى. ايوه، وفي مسابقه كانت قريب بس لسه حفله التكريم بتاعتها برضو لسه بعد كام اسبوع. وده السبب اللي خلينا مش قادرين نحضر مع حضرتك. احنا بنعتذر، المره الجايه ان شاء الله نكون موجودين انا والاطفال. تنوريني طبعا. ان هم فعلا الاطفال كانوا مرهقين في المسابقه اللي فاتت ودخول مدارس بقى وكده، فاحنا بنعتذر لحضرتك ان احنا. تنوريني طبعا في البرنامج، وحقيقي انا بحييكي على مجهودك اللي انت عاملاه مع الاولاد وعلى النشاط والنجاح اللي احنا شايفينه. يمكن احنا دلوقتي معانا الصور على الشاشه بتاعت حضرتك وبتاعت الاولاد في مسابقتين مختلفتين. يا ريتك تقولي لنا الاولى كانت فين، ويعني احكي لنا عليها ايه اللي حصل فيها، والثانيه كانت فين برضو ايه اللي تم فيها. حضرتك المسابقه الاولانيه كانت حضوري، كانت حضوري في المنصوره. الاطفال امتحنوا في ورق حضوري، وبعد كده حفل التكريم برضو في المنصوره. يعني حضروا في المسابقه في المنصوره مش في القاهره. لا في المنصوره. القاهره دي حفله التكريم الثانيه. تمام. الامتحان بقى الثاني. الامتحان الثاني اونلاين. تمام. كان اونلاين مش حضوري. على التليفونات. تمام. وحفله التكريم بتاعته في القاهره. تمام. دي اللي لسه ان شاء الله هتحضروها قريبا ان شاء الله باذن الله، يوم 10 11 باذن الله. دايما موفقه وناجحه باذن الله، وحقيقي مثال يحتذى به ونموذج مشرف قدوه لكل الشباب ان احنا نعرض حضرتك معانا النهارده في البرنامج، واكيد هتشرفينا في حلقات جايه باذن الله تكوني موجوده معانا. نتشرف بحضرتك طبعا. طيب لو قلنا كده استاذه هند كمدرب للحساب الذهني، رساله توجهيها لكل ام او لكل ولي امر تحبي تقولي له ايه؟ طبعا الحساب الذهني عاد حاجه مهمه جدا 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 في الاونه الاخيره ومواكب العصر في كل حاجه، لان طبعا حضرتك عارفه ان الاطفال دلوقتي لازم تكنولوجيا وكل حاجه حديثه. فاولا وغير كده الكورس احنا بنديه بالانجليزي. الكورس فيه بالعربي وفيه بالانجليزي، احنا بنديه بالانجليزي وبنديه بالعربي. تمام. فان الطفل يعرف الارقام بالانجليزي، الكورس بيعلمه حاجات كتير جدا جدا جدا. طبعا انا شايفه في الايام اللي احنا فيها دي انه ما فيش اي طفل يستغنى عن الحساب الذهني. يعني الحساب الذهني زي ما بيقوي الطفل في ماده الرياضيات او في الحساب، فهو بيقويه في باقي المواد الثانيه المختلفه. طبعا وفي شخصيته كمان، يعني بيخليه ياخد قرار سريع في وقت قصير. انا متهيالي بيزود ثقته بنفسه وبيزود قدرته فعلا على اتخاذ القرار، لان هو ازاي بيبقى واثق من نفسه وفي ثواني معدوده يطلع بالنتيجه. فدي حقيقي يعني بنشكر حضرتك جدا على مجهودك مع الاولاد، ونتمنى طبعا يكون عندنا امثله لحضرتك كتير،
ولحد هنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج شبابنا مستقبلنا. انتظرونا في حلقات تانية، متروحوش بعيد، خليكم دايما موجودين. احنا زي ما انتوا بتحبونا احنا بنتشرف بوجودكم معانا. تحياتي ليكم، رشا الشيخ.